اللي غتشتشر معها قانون اليوم الإدارة راه صعيب علاش كنعرفو نتينا وكنعرفو انا وكنعيشو كاملين بينا راه والله لا شافت فيك لان البارح كان واحد الاحترام ما بينه وبين الإدارة اليوم ما كاين لا احترام لا والو اليوم الإدارة الدولة المغربية باعت لينا بواحد العدد ديال الفلوس خسرت علينا 10 ديال الدراهم حتى شافولو الرقم باش بعتو وشنو اللي خسرت علينا واليوم هما كيتشوطونا ولهذا باش نكونوا واضحين انا ما كنعرفش في القانون انا بحري السلام عليكم. نهار أربعة 26/9/2018 وقعت واحد كارثة في ميناء الصيد الجديد بطنجة أي المقبرة للمراكب مقبرة المراكب في مدينة طنجة وقعت فيها واحد كارثة اللي تضرر فيها بزاف هو المركب سبادون واحد البندة ديالو تهرسات وانا كنطلب تعويضات فعلا انا نطلب تعويضات لان باقي ما عرفش الخسائر ديالو شحال لان احنا باقي مبادين في في الاشغال المسؤولين ديال الاي ام بي ديال المسؤول على الميناء ديال الصيد خصو يعطيني التعويضات ديال هاد الخسائر هادو يعني المشاكل شويه اللي كان عندنا هنايا في الماء يعني المشكل الرئيسي اللي عندنا هو المشكل ديال البواخر ديال الترصفيات ديال البواخر جبرنا ديال الباب ديال الميناء يعني خلال تشتين صاحب جلال هذا الميناء هذا يعني شفنا الجوده يعني اتساع ديال الاماكن يعني فيها جوده عاليه ولكن خلال المزاوله ديالنا بالميناء والتحقنا بالميناء جبرنا بعض المشاكل وكتجل اول حاجه اللي المشكل اللي هو رئيسي وهو المشكل ديال باب الميناء المشكل ديال باب الميناء يعني كتدخل الرياح قويه وطنجه كتسم يعني بالرياح ديال الشرقي يعني في خلال اول عصف ديال الرياح ديال الشرقي يعني وقعوا حوادث يعني بدينا كنكتشفوا في الميناء يعني الاغلاط اللي وقعها في البنيه التحتيه واليوم اجتمعنا على اساس يعني نجمعوا هذه المشاكل هذه وحددناهم في اربع نقاط النقطه الاولى وهو تجديد باب الميناء يعني مع المختصين لان احنا مقبلين على موسم ديال الاضطرابات الجويه وهو موسم الشتاء خصوص بعد الحال الحوادث السبع اللي وقعتنا هنا في الميناء في خلال شهر يعني سبع المراكب يعني واحد المركب غرق وست المراكب اخرى يعني وقفوا فيهم اضرار هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه يعني طلبنا يعني من الادارات المعنيه اشراك المهنيين صياغة القرارات المتعلقة بالميناء وخاصة يعني خاصة بالنظافة خاصة بالأمن والنظافة النقطة اللي هي حاليا دابا كنعانيو بها في قطاع الصيد في الميناء الجديد هي في المدخل ديال المراكب مدخل المراكب عندنا يعني الدخلة شوية صعيبة ملي كيوقع وبالخصوص طنجة معروفة بالشرقي الريح ديال اللي كتهب هنا في طنجة معروفة هي الشرقي يعني كيكون مرضي ليبا كنسميوه مرضي ليبا في وسط الحوض ديال الميناء البراكوس يعني كيتضاربوا مع بعضياتهم على كنطيحوا بعض المشاكل اللي هي فحال منهم المركب ديالي انا المركب ديالي السيمانه اللي فايته كان الشرقي وضر المركب ديالي شنقول لك يعني واحد الحاله اللي هي يعني انا اقل 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 خسائر اللي وقعت لي مع هاد المهنيين اللي وقعت لهم خسائر كثيره انا يعني الكلفه ديال 12000 درهم اللي خسرت على المركب واش من سبب السبب هو كان الارياح شويه يعني ما كانتش قويه بزاف يعني الواخيس كيدخلون الميناء الجديد يعني المطاع ديال فين كان ربطوا البراكوس ما يعني كان ما كانش عندهم داك الشيء فحال اللي كخصو يكون في الميناء فحال دابا الديفينسات هذوك غير صار ما صالحين شي هذوك مره هذيك يعني فحال حجره قاسحين ملي كيكون البحر هاي شي شويش يعني كيتهزوا البراكوس وكيضربوا فيهم كيوقع الخسائر وكاين بعض الحاجات اللي كخصها تعدل ضروري في الميناء علاش يعني ميناء جديد وباقي كخص بزاف الحاجات اللي كخصها توفروا لهم فحال دابا الاناره فحال دابا الماء
يعني ما عندناش يعني دابا ملي كيمشيو كيجيو للبحريه خرجوا للبحر ما كيجبروش كيفاش ينقصوا البراكوس، يعني البراكوس بعادين محمد والمحل الصادق معروف ميناء طنجة قديم عنده تاريخ كيعرفوا ما كاينش اللي ما كيعرفش المحل الصادق. دابا حنايا تماك نهار اللي جا سيدنا تشن الميناء قلنا غادي يعطيونا شي محل مزيان باش نتمعشوا به، صداق ديك المكان ما مناسبنا شي، ودابا خلونا حنا محرومين شهر رمضان وحنايا جالسين كنترجاو الله